هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني، فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. أنهارها تجري لهم من تحتهم محفوفة بالنخل والرمان، غرفاتها من لؤلؤ وزبرجد، وقصورها من خالص العقيان، سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإيمان. أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيما إخوان. جيران رب العالمين وحزبه أكرم بهم في صفوة البيران، وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني، وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان، قال السلام عليكم.